بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص العلوم في مستوى ستيم أو ستيم، سنتحدث في هذا الفيديو. السؤالان هما سؤالان مباشران، لكن أنا في هذا الفيديو أود أن أربط بداية يعني ما هي فائدة ستيم، هو ربط المسائل التي يواجهها الطالب بشكل يومي إلى علوم أخرى. يقول لي هنا السؤال: إذا علمت أن مجال الضوء المرئي يقع في الطول الموجي من 410 إلى 750 نانومتر، قس بناء عليه قس أقل مستوى طاقة بوحدة إلكترون فولت يسقط على شبكية العين فيسمح لعملية النظر. لاحظ هنا عندي هنا البؤبؤ العين، عندي هنا العدسة، عندما يدخل الضوء يتجه إلى هنا، هذه هي ما تسمى بالريتنا، ريتنا شبكية العين. مطلوب إلي أن أحسب بناء عليه أقل مستوى طاقة. بفكر بالناحية الأخرى، لماذا النهاية الأخرى للضوء، يعني واحدة منهما 410 إلى 750 للضوء المرئي طبعا المقصود، تصبح الطاقة فوق حتى طاقة الفوتون اللي تسجلها العين فلا رؤية بعدها. لماذا لا يمكن أن تحصل رؤية بعدها في هذه الحالة؟ بناء عليه دعونا بداية، يستخدم مثال الجسيمي للضوء في طب العيون حاليا، وهذه من العمليات التي أصبحت منتشرة بشكل كبير جدا. يعني طب العيون في هذه الأيام هو قائم على جيومتريكال أوبتكس، على البصريات الهندسية، وأيضا يتناول في عمليات ضعف النظر، يتناول المثال الجسيمي للضوء، أو أن الضوء مكون من فوتونات. هذا مهم جدا أن عندي الطالب أن يعلم، هذه فكرة الستيم، ربط هذا فيما يأخذ الطالب في عملية في العمليات الحياتية. طيب هنا نستذكر المعادلة E=hc/λ، هي المعادلة فعليا ليست بهذه الصورة، من منكم يتذكر أو أخذ المعادلة معي؟ E equal H mu. H mu أو سطرها بعض الكتب H F، رمز للتردد. نحن نعلم أن التردد في هذه الحالة يساوي C على لاندا. تعويض قيمة التردد بهذه الحالة، في هذه هنا، هذه هي الفكرة أنا عندي في هذه المعادلة، أو في هذه المعادلة يعطيني هذه المعادلة E تساوي HC على لاندا. إذن هذا يدل على أن الفوتون ذو الطول الموجي الأكبر لديه أقل طاقة. إذن هذا هو الاستخدام الأمثل لهذه العملية. إذا أنت لو خيرت أيهما تعتقد أنه مسموح له أو يعطي أقل حد طاقة أو أقل طاقة للرؤية، أكيد ستطول الموج الأكبر في هذه الحالة، من علاقة عكسية لاندا في الأسفل والطاقة في الأعلى. إذا 50 يملك أقل طاقة للنظر، الطاقة تثير شبكية العين وتمكنها من العمل. إذا على طول أحل E تساوي HC of lambda 6.63 ضرب 10 أس سالب 34 جول في سكند ضرب 3 ضرب 10 أس 8 متر في الثانية سرعة الضوء على 750 ضرب 10 أس سالب 9 متر، أيضا مطلوب بوحدة إلكترون فولت كما هو واضح في السؤال. إذا تقسيم 1.6 ضرب 10 أس سالب 19 أو ضرب 1 إلكترون فولت على 1.6 ضرب 10 أس سالب 19. لاحظ هذه الحالة، السكند مع السكند، المتر مع المتر، الجول مع الجول، بقي عندي الإلكترون فولت في هذه الصورة. إذا أقل مستوى طاقة يكفي لاستثارة العين في مجال الرؤية أنا عندي هو 1.66 إلكترون فولت، 1.60% إلكترون فولت. إذا أنا الآن تمكنت من حل المطلوب الأول ألف، المطلوب باء فكر من الناحية الأخرى، لماذا النهاية الأخرى الضوء تصبح الطاقة فوق حد طاقة الفوتون تسجلها العين فلا رؤية بعدها؟ لا يمكن العين رؤية الضوء بطول أطوال موجية أقل من 410 نانومتر. من الواضح أن هذه الفوتونات ذات الطول الموجي تمتلك طاقة أكثر، بما أن طولها الموجي كما تعلمنا
الطول الموجي عندها عندها هنا أقل، اللاند أقل، إذا سيكون عندي الطاقة. هنا رياضيات من ستيم، ساينس تكنولوجي انجينيرنج، يعني في الرياضيات واحد معادلة، واحد أسفل واحد أعلى. إذا بما أنه هذا سيقل معناته إي سيكبر، علاقة عكسية. إذا نوضح أن هذه الفوتونات ذات الطول الموجي تمتلك طاقة أكثر من الحد الأدنى المطلوب لبدء الرؤية، لذلك يجب أن لا تصل إلى شبكات العين. الآن بناء عليه من علمنا أنها تمتلك طاقة أكبر، ربطناها في طب العيون، قلنا يجب أن لا تصل إلى شبكات العين، إلى الرتنة. يمتص الطول الموجي الأقل من 410 نانومتر بالقرب من الجزء الأمامي من العين. هذا هو تقريبا محاكاة هذه العين. هنا عندي الرتنة، هنا عندي العدسة، تقريبا نحاول أن تمتص هنا، أن تمتص هنا، أن تمتص هنا، وأن لا تصل، لأن يعني طول الموجي أقصر طاقتها أكبر. إذا وصلت إلى الرتنة، إلى شبكية العين، سيحصل عندي تدمير لهذه الخلايا وتلف لمبدأ عمل العين. هذا الكلام مهم جدا عندي في عملية ارتداء النظارات. يعني طبيب العيون أو الاختصاص البصري يعني يلبس نظارات أحيانا في حال كانت تنفذ الفوتونات ذات الطاقة الأعلى أو الطول الموجي الأقل، أي الطاقة الأعلى، فتلبس نظارات تمنع هذه الفوتونات من المرور باتجاه الشبكية وتدمير مبدأ عملها. إذن يمتص الطول الموجي أقل من 410 نانومتر بالقرب من الجزء الأمامي من العين. طاقة فوتون عتبة هي طاقة الفوتون 410 نانومتر. إذن هذا هو الثريشهولد أو العتبة في عندي هذه الحالة، يعني أكبر طاقة مسموح للعين أن تأخذها E تساوي HC over lambda 6.63 ضرب 10 أس 34 جول ثانية، 3 ضرب 10 أس 8 متر في الثانية، على 410 ضرب 10 أس 9 متر، على 1.6 ضرب 10 أس 19 جول، يعطيني طبعاً 3.3% إلكترون فولت، وهذا أكبر حد طاقة يسمح للعين بالعمل بهذه الحالة. أي مستوى فوق هذا المستوى سنلحق الضرر في شبكية العين ولا تعود تعمل كما كانت. إذن في هذا الفيديو أحبتي كما تحدثنا ستيم، حاولت أن أربط بين مفهوم الفوتو إلكتريك إفكت أو مظاهرة الكهروضوئية ومبدأ عمل الشبكية العين. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمته وبركاته.